بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل يوم هو في شأن قلنا بأن العبد اليهودي ابن سوريا مما أشكله على جبرائيل أن اللوحة لوحان لوح المحو والإثبات فقد يكون القضاء الإلهي بالنسبة إلى تسلط بخت نصر على بني إسرائيل. هذا مما يمحيه الله عز وجل فجبرائيل منع دانيال من قتله بخت نصر سلمان يقول له أنتو أنتم يعني اليهود أمام أحد أمور ثلاث الأمر الأول أن تقولوا بأن الأنبياء أنبياؤكم كذبوا عندما قالوا بأن بخت نصر هو الذي يملك ويغصب ويظلم ويقتل بني إسرائيل الأمر الثاني عندما أخبروا عن الله أخبروا كذبا لذلك بعثتم دانيال لقتله أو أخطأوا في الإخبار الصورة الثانية لم يتعمدوا الكذب ولكنهم أخطأوا أو الصورة الثالثة صدقوا في إخبار الله ولكن أوائلكم اللي بعثوا دانيال ليقتل بخ نصر أرادوا غلبة الله في ذلك الله يريد إبقاء بخ نصر ودانيال يجي يقتله كما أن الله طبعا عند اليهود غلب في مواقف متعددة منها قضية نبوة موسى كما في بعض كتبهم أن الله نزل إلههم طبعا نزل إلى الأرض وصار موسى إلى قبيل الصبح فصرعه موسى فقال له ربهم اتركني أعود إلى السماء فقال لا أتركك إلا أن تعطي لي النبوة فأعطاه النبوة فتركه هذا إلههم اللي يغلب يمكن يقدرون يغلبوا ولكن الإله القهار لا يغلب قطعا ابن سوريا قال هناك شق الرابع والأمور الأمر متوقف على ثلاثة أصناف الكذب أو الخطأ أو غلبة الله عز وجل وإنما هناك هم صدقوا ولكن الله يغير هنا سلمان المحمدي رضوان الله عليه تصدى للجواب في محضر رسول الله وقال بأنه هذا ليس من القضاء من لوح المحو والإثبات لأن أنبياءكم أخبروا بذلك النبي أنبياءكم أخبروا بأن بخت نصر سيدخل أراضيكم فلسطين ويقتل منكم مقتلة عظيمة ويأسر منكم جماعة وينقلكم إلى بابل هذا كان إخبار هذا الوعد الحتمي أو القضاء المبرم الذي أخبر به الأنبياء هذا لا يتحقق فيه البداء هذا مو من لوح من لوح المحو والإثبات لأنه لو نريد نلخص ما ذكرناه أمس لنا لوح المحو والإثبات يمكن لوح المحو والإثبات يكون بمقدار القضاء والقدر وعدم الإمضاء كما في رواية أنه ذكرنا هذه الرواية أنه هناك قضاء وقدر ولكن لم يمضه الله عز وجل فهنا لوح المحو والإثبات القضاء والقدر ظاهر ولكن يحتاج إلى الإمضاء الأخير من الله ولنا القضاء غير المبرم يعني الذي معلق امضاه الله عز وجل ولكن معلق على عدم مشيئته اللي هنا يحصل البداء قضاء امضاه الله عز وجل ولكن هذا القضاء معلق على عدم مشيئته قد يريد غير ذلك كل يوم هو في شأن كان شأنه امس كذا الان يغير الشأن فهذا القضاء غير مبرم هذا القسم الثاني القسم الثالث اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ يعني ما هو في الرق المنشور اصطلاحات متعدده من الروايات استفادها الفقهاء او العلماء انه تلك الخزينه الالهيه اللي هي العلم الالهي في تلك الخزينه، ملك اللوح المحفوظ غير ملك، اكو اقوال وفي روايه ان اللوحة والقلم ملك كان على الامام الصادق عليه افضل الصلاة وازكى السلام. اذا هذا اللوح المحفوظ هل يحصل فيه البداء ام لا؟ هذا ما سبق بيانه وقلنا بان البعض من المتاخرين يقولون بان البداء يقع في اللوح المحفوظ مع ان الرواية تقول اللي ذكرناها يمكن ان البداء من اللوح المحفوظ مو في اللوح المحفوظ يعني البداء اللي يظهر في القضاء غير المبرم او في لوح المحو والاثبات ان قلنا بانهما واحد وان فرقناهما نحن فهذا من ذلك اللوح المحفوظ يعني هناك موجود ولكن اللوح المحو والاثبات او القضاء الغير المبرم ما يدري شنو يعني ظاهرا اللي دي يشوف لوح المحو والاثبات اللي الانبياء الائمه فمن هناك يحصل ظهور البدا القسم الرابع القضاء المبرم الذي اخبر الله أنبياءه به يعني بعض القضاءات مبرمة وأخبر الله أنبياءه يعني سيقع الأمر الكذائي في هناك الأرض لله يرثها عبادي الصالحون هذا من القضاء المبرم اللي أخبره رسول الله عن لسان الله عز وجل القضاء المبرم هذا بعد قطعا لا يوجد فيه بداء الوعد بالثواب لا يوجد فيها البدع. هناك قسم خامس قد يكون من القسم الثالث اللي هو القضاء غير المبرم الوعد الوعد بالثواب الوعد بظهور الإمام الحجة الوعد الله لا يخلف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد يمكن هذا هم يكون عفوا من القسم الخاء الرابع اللي هو القضاء المبرم الذي أخبر الله به أولياءه أو يمكن نفصله ونخليه جزء خامس أو قسم خامس إذن لوح المحو والإثبات القضاء غير المبرم غير المبرم يعني المعلق على عدم المشيئة بهالمعنى القضاء المعلق على عدم المشيئة اللوح المحفوظ القضاء المبرم الذي أخبر الله أنبياءه والأنبياء أخبروا العباد هذا مما يتغير القسم الخامس الوعد إن الله لا يخلف الميعاد يمكن قلنا هذا يكون من القسم الرابع أيضا هنا في رواياتنا بعض الأحيان نشوف ان الانبياء كانوا يخبرون عن امر وبعد ذلك يظهر خلاف ذلك الامر كما ذكرنا في قضيه النبي عيسى امس وفي روايه اخرى هذه الروايه في البحار مر يهودي بالنبي صلى الله عليه واله فقال السام عليك فقال صلى الله عليه واله وعليك السام يعني الموت فهو قال ما قال السلام قال السام عليك فرسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك يعني رد الموت إليه فقال أصحابه إنما سلم عليك بالموت يعني لم يسلم عليك وإنما هذا كان طلب الموت لك رسول الله قال أنا التفتت لذلك قلت لو عليك حتى أرده فقال الموت عليك فقال النبي وكذلك ردته وقال لأصحابه إن هذا اليهودي يعظه أسود في قفاه فيقتله حيه تعظه حيه في قفاه. شوفوا اخبر الرسول بذلك. هنا مربط الفرس اخبر الرسول بذلك ان عيسى قال فلان هذا العريس او العروس في هذه الليله تقتل. فكيف لم يقتل هذا اليهودي؟ قال فذهب اليهودي فاحتطب حطبا كثيرا فاحتمله ثم لم يلبث ان انصرف. خلاص مات راحوا إجوا باع الحطب اللي كان واحتطب الحطب ولم يقتل كما قال رسول الله وأخبر أصحابه فقال له صلى الله عليه وآله ضعه يعني ضع هذا الحطب قبل ما يبيعه فوضع الحطب فإذا أسود في جوف الحطب عاض على عود حية ولكن عضت عودا فقال صلى الله عليه واله، يا يهودي ما عملت اليوم؟ هنا الاشاره هذا اما كان موته من من لوح المحو والاثبات واما كان في القضاء الذي المشيئه تكون خلافه. ما عملت اليوم؟ قال ما عملت عملا الا حطبي هذا. رحت جمعت هذا الحطب. حملته فجئت به وكان معي كعكتان. فاكلت واحده كعكه واحده وتصدقت بواحده على مسكين فقال صلى الله عليه واله بها دفع الله عنه وقال ان الصدقه تدفع ميته السوء عن الانسان شوفوا الرسول صحيح ان اخبر ولكن هنا مربط الفرس اخبار الرسول هسه والبداء ومخالفه الخارج عما اخبره الرسول كان في زمن الرسول. يعني في زمن رسول الله صلى الله عليه واله ظهر انه ما قاله رسول الله بدا لله فيه لانه دفع الصدقه. اما بعد استشهاد الرسول وبعد وفاه او استشهاد الانبياء السابقين الذين اخبروا بامور هنا بعد ما يمكن ان يتحقق خلافه. صار من القضاء المبرم الذي اخبر اولياء. الله عز وجل بذلك القضاء، هنا لا يصبح خُلفا والا نقوضات سلمان على ابن سوريا هنا تجري، سلمان له اربعه اجوبه نقضيه يقول انتم اذا تقولون بان الانبياء السابقين قالوا بان بخت نُصّر يغلب ولكنه يمكن ان يغير الله قضاءه في لوح المحو والاثبات فما الذي قال بأن ما أخبركم موسى هو لم يتغير موسى يخبر يقول قبل سنة قرر الله كذا وكاتب في التوراة يمكن موسى يخبر عن قبل سنة ولكن قبل 11 شهر الله غير قراره فمن الذي قال بأن موسى صادق قال أن الله قرر قبل سنة أن ينزل العذاب على قوم عصوه هذا مذكور في التوراة مثلا من الذي قال لم يبد لله بعد ذلك مو قبل سنة يعني بعد بشهر غير الله إرادته مع أنه أراد أن ينزل العذاب عليهم فغير إرادته فبعد شلون تعتمدون على إخبارات موسى السابقة كيف النقل الثاني كيف تعتقدون وتلتزمون بإخبارات موسى اللاحقة يعني أحكامه الشرعية مثلا موسى يأتي ويقول الأمر كذا واجب وهذا حرام يمكن الله غير فأنتم شلون تعتمدون على أخبار موسى بالحكم الشرعي موسى يبشركم بنبي يأتي من بعده اسمه عيسى مثلا من قال أنه لم يبدل الله في ذلك عيسى بشركم يعني بشر النصارى بنبي يأتي بعده اسمه أحمد صلى الله عليه وآله من قال بأنه لم يبدل الله هذه من الأخبارات القطعية التي لا تقبل التبديل وال تغيير القضاء الحتمي الذي أخبروا أخبر الله أولياءه العلامة المجلسي في البحار يقول لعل مراده يعني مراد سلمان في إجابته على ابن سوريا أن البداء إنما يكون فيما لم يخبر به الأنبياء والأوصياء على سبيل الجزم والحاتم وإلا يلزم تكذيبهم وهذا مما كانوا اخبروا به على الحاتم، يعني قضيه بخت نصر مما كانوا الانبياء السابقون اخبروا به على الحاتم فلا تغيير فيه. هذا مضافا الى ما قلناه من ان صحه البداء مشروط او مشترطه في وقوع البداء في حياه المخبر كما في قضيه النبي يونس المسيح، هذه الروايه عن رسول الله صلى الله عليه واله. أما إذا انقضت حياة النبي الذي أخبر فخلاص هذا من المحتوم الذي لا يتغير من الذي قال إحدى الأجوبة النقضية التي يذكرها سلمى المحمد رضوان الله عليه من الذي قال بأن موسى كان نبيا لم تسلب نبوته بعد ذلك في البدء كان نبيا قطعا وظهرت المعجزات الدالة على نبوته بس بعدين يمكن الله سلب النبوة منه ببداء أراد له في ذلك فإذا إذا كنت تريد تبين أن بخت نصر يقع البداء فيه فإذا كل هذه النقوضات ترد عليكم فاحتار ابن سوريا في الجواب هنا رسول الله صلى الله عليه وآله مجد بسلمان الفارسي المحمدي وذكر في فضله روايات متعددة قصة تريدون هذا نطبقه إلى أن نأتي إلى بحث سلمان والمقداد فقال ابن سوريا قد كان الله تعالى أخبر بذلك على ألسن أنبيائه الله أخبر على ألسن أنبيائه ولكن يمحو ما يشاء ويثبت قال سلمان فإذن هذا الجواب النقدي لا تثقون بشيء مما في التوراة من الأخبار عما مضى لا تثقون يعني لا تجعلوا ثقتكم بالتوراة من الأخبار عما مضى الأخبار الماضية ليش لأنه يمكن موسى أخبر بقضية ولكن بعد ذلك الله غير وبدأ له في تلك القضية فموسى أخبر بالحالة الأولى ولم يخبر بالحالة الثانية إذن كيف تعتمد على التوراة وما يستانف القضايا التي تستانف لاحقا الاحكام الشرعيه يمكن غير الله الاخبارات عن المستقبل يمكن الله يغير الاخبار عن النبي عيسى يمكن غير الله وما يستانف فان الله يمحو ما يشاء ويثبت طبعا في روايه ان اللوح المحفوظ لا يتغير فكل امر يريده الله فهو في علمه قبل ان يصنعه ليس شيء يبدو إلا وقد كان في علمه إن الله لا يبدو له من جهل اللي يبدو هو في علمه إن الله لا يبدو له من جهل إذن اللوح المحفوظ مما لا يقع فيه البداء وهذا من اللوح المحفوظ ما أخبر النبي موسى على نبينا والي عليه السلام مما مضى وما حكم عليهم بما يأتي فهذا كله من اللوح المحفوظ الذي لا يتغير أو من القضاء المبرم الذي أخبر أولياء الله بذلك القضاء وإذا الإشكال النقدي الثاني لعل الله كان قد عزل موسى وهارون عن النبوة كان نبيين ولكن عزلهما ببداء له وأبطل في دعواهما أبطل يعني جاء بالباطل بعد ذلك في البدء يمكن واحد يكون وكيل لمرجع تقليد بعدين يعزله ويسلب وكالته وكذلك في الانبياء لان الله يمحو ما يشاء ويثبت ولكن هذا مو من المحو والاثبات هذا من المبرم او من اللوح المحفوظ ولعل كل ما اخبراكم به عن الله انه يكون لا يكون وما اخبراكم به انه لا يكون لعله يكون القضايا المستقبليه كلها يمكن ان تنقلب باخباراتهم للاراده الالهيه وهذا ما لا يكون وكذلك ما اخبراكم انه لم يكن لعله كان يعني لم يكن بعدهما لعله كان يعني قبلكم يذكرون انه لم يكن لاحقا وكان قبلكم ولعل ما وعده من الثواب يمحوه ولعل ما تعوعد به من العقاب يمحوه هذا الوعد الذي لا يتغير فإنه يمحو ما يشاء ويثبت إنكم جهلتم معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت هذا مو معنى يمحو الله ما يشاء كل ما يشاء لا وإنما هناك أقسام متعددة غير أنه مو بالمغالبة الله يمحو يمكن الله بالدعاء والتوسل والتضرع يمحو ولكن بالمغالبة لا يمحو انتم قلتوا خلي دانيال ندزه يقتل فلان حتى الله يغير ارادته. يعني هل يغلب الله احد؟ ابدا. نعم يمكن ترفع اليد بالدعاء وتدعو الله يغير مشيئته في القضاء غير المبرم المعلق على عدم المشيئه. في اللوح المحفوظ الله يغير ولا يمضي. ولكن بالمغالبه هذا قطعا ما لا يكون. كما قاله العلام المجلسي في البحار رضوان الله عليه. فلذلك انتم بالله كافرون، ما عرفت رب العالمين وأردتوا مغالبته ولاخباره عن الغيوب مكذبون لأن كل ما يخبر عن الغيب تقولون قد يكون غيره فهذا مو صحيح وعن دين الله منسلخون يعني جاحدون نازعون دين الله مثل الثوب اللي واحد يلبسه هكذا يتدين بدينه، انتم منسلخون عن هذا الدين آتيناه آياتنا فانسلخ منها في قضية يمكن بل بلعام ثم قال سلمان فإني أشهد أنه من كان عدوا لجبريل فإنه عدو لميكال لميكائيل شوفوا إنكار حلقة من الحلقات إنكار الجميع كما في العام المجموع اللي سابقا بينا إذا واحد يكون عدوا لجبرائيل فهو عدو لميكائيل وهو عدو لله وهو عدو لكل الانبياء والمرسلين. لذلك اكو تاكيد ومصدقا الذي بين يديه. الرسول صلى الله عليه واله كان مصدق للانبياء السابقين. مو يقول الانبياء السابقين هذول كلهم مثلا مو مقبول لا في زمانهم هؤلاء كلهم كانوا انبياء وكانت شريعتهم شريعه في زمانها في زمان تلك الشريعه هي الشريعه السائده ولكن الان بعد شريعتهم نسخت انتهت. فانه عدو لميكائيل وانهما جميعا عدوان لمن عاداهما. مسالمان لمن سالمهما. جبرائيل وميكائيل عدوان لمن عاداهما، مسالمان لمن سالمهما. فانزل الله تعالى عند ذلك موافقا لقول سلمان، قرر قول سلمان الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل شنو؟ في مظاهرته، مظاهرته يعني معاونته، لان جبرائيل عاون عليا عندما كان ياتي بفضائل امير المؤمنين. وعاون دانيال عندما بين له الحكمه الالهيه والقضاء المبرم الالهي. طبعا القضيه لو كانت صادقه كما في كتبهم وهي القضيه ما موجوده في كتبنا بهذا المعنى ان دانيال بالفعل ذهب ليقتل بخت نصار. هم هكذا فالاحتجاج على لسانهم كان. قل من كان عدوا لجبريل في مظاهرته لاولياء الله على اعداء الله ونزوله بفضائل علي عليه السلام ولي الله صفه علي من عند الله جبريل كان ينزل بالفضائل من عند الله فانه نزله يعني فان جبريل نزله نزل هذا القران على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه من سائر كتب الله. التصديق مهم. لذلك اكو تاكيد وتركيز على كثير في كثير من الايات على ان الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق الانبياء السابقين. اذا واحد راح للجامعه ما يقول الموت للثانويه، لا لا الثانويه في محلها بس الان انت عبرت اجتزت تلك المرحله فوصلت الى مرحله جديده، ماكو واحد ما له معنى انه يبقى في مكانه ولا يتقدم. وهدى من الضلالة وبشرى للمؤمنين هذا القرآن هدى وبشرى وبشرى للمؤمنين بنبوة محمد وولاية علي عليه السلام ومن بعده من الأئمة الاثنى عشر بأنهم أولياء الله حقا ولكن أن يكون مواليا ويبقى مواليا بشرط حسن العاقبة وأن ينحرف إذا ماتوا على موالاتهم لمحمد وعلي وآلهما الطيبين هذا المعنى الأول نذهب إلى المعنى الثاني ونقول هل التولي من أصول الدين أو فروعه المعروف في أصول الدين الثلاثة أو الخمسة التوحيد والنبوه والمعاد هذا المتفق عليه بين الخاصه والعامه والعدل والامامه من اصول الدين عند الخاصه فالتولي يذكرونه في الفروع الصلاه والصوم والحج والتبري من اعداء الله والتولي لاولياء الله فهل التولي من الفروع او من الاصول؟ نقول هو من الاصول والفروع معا تولي الله من الاصول من التوحيد ومنكر تولي الله إن من لا يتولى من لا يتولى الله عز وجل فهو كافر التولي من أصول الدين تولي النبي صلى الله عليه وآله شرط الإسلام من لا يتولى رسول الله فهو كافر هو مسلم تولي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين من بعده شرط الإيمان فمن أبغض عليا أو أحد الأئمة سلام الله عليهم أجمعين فهو كافر ومن لم يبغض ظاهرا ولم يلتزم به فهو مخالف منافق هذا واضح فإذا التولي من أصول الدين بمعنى تولي الله والرسول والأئمة التولي من فروع الدين يعني حب التولي يعني الحب حب اولياء الله هذا اللي من فروع الدين حب اولياء والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض والخارج عن هذا التولي فاسق يعني انكره يعني اذا لم يحب المؤمنين كلهم تاره واحد يقول انا ما احب فلان عندي مشكله وياه لا هذا مو فاسق مو خارج عن فرع من فروع الدين مثل اللي مثلا ما يصلي هذا مو خارج اللي ينكر الصلاة ينكر الصلاة فهذا يكون فاسق قطعا طبعا إنكار الضروري موجب للكفر مضى بحثه لا اللي ما يحب عموم المؤمنين مو ما يحب مؤمن واحد اللي ما يحب عموم المؤمنين هذا يكون فاسق تركه واجبا من الواجبات محبة المؤمنين واجب لاحظوا هذه الرواية الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام كما في الكافي المجلد الأول صفحة 153 يقول إن الله خلق السعادة والشقاء قبل أن يخلق خلقه السعادة والشقاء كانت قبل خلق الخلق فمن خلقه الله سعيدا لم يبغضه أبدا السعيد الله ما يبغضه هو يمكن يذنب هذا السعيد هو مؤمن موالي الأمير المؤمن ولكن قد يصدر الذنب منه ماذا يقول؟ يقول وإن عمل شرا أبغض عمله ولم يبغضه يبغض عمله مو يبغضه هو هو مؤمن يروح للجنة ولو بعد العذاب فترة بما أنه مؤمن يعني أدى الجوهرة الوصول إلى الجنة الفاسق إيش قد ما يعمل الفاسق يعني غير المؤمن أقصد ما يعمل من عمل صالح هذا ما ينفعه ليش لأنه ما عد الجواز واحد اذا مليار دولار بجيبه يقدر من بلد يسافر الى بلد اخر عبر الطائره ما يقدر لازم الجواز يكون وياه بس اذا عنده جواز ولو بالقوه مننا ومنك يقترض او يصير في عرض خاص للطائره بدولار واحد يشتري التذكره بالجواز يقدر يسافر فعنوان صحيفه المؤمن حبه علي ابن ابي طالب عليه افضل الصلاه واسك السلام هذا المهم الحب يكون موجود فإذا واحد مؤمن ولكنه أخطأ أذنب الله يكره ذنبه وفعله مو يكره هو هذا الشخص ذلك بعض علماء التربية يقولون إذا الطفل أخطأ لا تقول له ما أحبك ولا ما أحب عملك أحبك بس ما أحب عملك يعني حتى تفرق هو يشوف لا لا أنت بالفعل تحبه بس هذا العمل صدر منه خطأ فهذا إلى منشأ حقيقي لاحظ الروايه وان عمل شرا ابغض عمله ولم يبغضه وان كان شقيا ما عند الجواز ما يكون في قلب حب امير المؤمنين سلام الله عليه لم يحبه الله ابدا وان عمل صالحا احب عمله يقول هذا خوش عمل بس هو مو خوش انسان هو انسان سيء ولكن العمل عمل جيد وابغضه لما يظ... لما يصير اليه لانه يصير الى جهنم يقدر يرتفع على الجنه خلاص هذا مبغوض عند الله عز وجل فاذا احب الله شيئا لم يبغضه ابدا واذا ابغض الله شيئا لم يحبه ابدا. في نقل ابن ابي الدرداء يقول قالوا له ابغض فلانا فقال اني لا ابغضه ولكن ابغض عمله هذا ماخوذ ما من من الاسلام فاذا تركه كان اخي. هنا ايضا اكو اشكال في عمل ابن ابي الدرداء يقول فاذا ترك ذلك العمل هو اخي لا هو اخوك الان ما دام هو موالي لامير المؤمنين ما دام هو محب لامير فهو اخوك الان ولكن عمله مبغوض فاذا واحد فاسق لا هذا لم يخرج عن ربقه الايمان وان كان فاسقا ويمكن انه ان يتوب لاحقا فهنا يقول ثم قال رسول الله لاحظوا الكتاب ثم قال رسول الله يا سلمان ان الله صدق قولك يعني كلامك ونقاشك واحتجاجك مع هذا اليهودي الله صدقه ووافق رايك الله يوافق راي سلمان عظيم يعني منزله سلمان ان شاء الله في يوم غد نذكره جزءا من منزله سلمان ومنزله المقداد عليهما سلام الله وإن جبرائيل عن الله تعالى يقول يا محمد الله, صح محمد صح. محمد. الله سلمان والمقداد أخوان متصافيان في ودادك ووداد علي أخيك ووصيك وصفيك هؤلاء سلمان ومقدان أخوان متصافيان يعني خالصان في ودادك طاهران في ودادك ووداد علي يعني في محبتك ومحبه عليك ما كفت شائبه في حبهما لا وانما حب خالص طاهر لا شائبه ولا ثفل فيه نكمل البحث ان شاء الله يوم غد ولكن لاحظوا هذه الروايه يعني الايه المباركه واذ قال عيسى ابن مريم حول البداء يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين هذا تبشير النبي عيسى وبشاره النبي عيسى لمجيء الرسول صلى الله عليه واله هذا من القضاء المبرم الذي اخبر اولياء الله بذلك وهذا مما لا يتغير إن شاء الله نكمل فضائل سلمان والمقداد والرواية في يوم غد هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين